ده اول باب للبيت، هما الدور اللي تحت بابين. هنا دي غرفة مكتب، هنا ده غرفة ليفينج، دي كده غرفة ليفينج، ودي طرقة، هنا في أوضة تانية، دي أوضة خزين، ودي أوضة السفرة. المطبخ، وده باب الشقة التاني، في باب للريسبشن وباب للمطبخ، وده حمام للستاف، وبنرجع هنا تاني على الريسبشن. هنطلع فوق دلوقتي. وهنا في بلكونة وراها، ده الدور اللي فوق. ده ليفينج، تيرس كبير، ده مكرم عبيد، في بلكونة تانية، أوضة الميدز، هنا غرف النوم اللي في الصور، غرفة تانية، حمام الغرف، الغرفة التالتة. هنا في غرفتين تانيين، ماستر، الحمام، وهنا غرفة خمسة تعتبر سادسة يعني بتاعت الميدز. دي بلكونة الريسبشن اللي تحت،
احنا الشارع الموازي لمكرم عبيد على طول، عبد الحميد عوض.